نحن اليوم نشهد توقيع اتفاق مسار شرق السودان ضمن المسارات الجبهة الثورية السودانية، وبهذا التوقيع نزف التهنئة لأهلنا في شرق السودان. إن هذا الاتفاق هو ملك لكل شعب شرق السودان من شلاتين إلى الخيارين. ونحن في مسار الشرق لقد بذلنا جهدا كبيرا لتضمين قضايا كل الناس، وهذه القضايا هي قضايا كل الناس. لم نميز ولاية عن أخرى أو جهة عن أخرى. بذلنا جهدا مع الطرف الحكومي ونحن نشكره على تجاوبه الكبير نحو قضايا كل الناس. خاطبنا القضايا على المستوى السياسي وأوجدنا مشاركة سياسية لكل أبناء وبنات شرق السودان.